من اول ما وعيت على الدنيا، ولا كنت بتفرج على البرامج التعليميه اللي كانت بتيجي زمان؟ كنت بتفرج عليها مع قرايبي اللي كانوا في المرحله الثانويه في الوقت ده، وبالرغم ان كنت قاعد مش فاهم حاجه، لكني كنت مستمتع بالفرجه معاهم. فاكر مدرس العربي كويس جدا وهو بيسال سؤال قدام الكاميرا، وبعدين يجاوب على السؤال على اساس الطلبه هم اللي جاوبوا يعني، وفي الاخر يقول فتح الله عليك. فاكر مدرس التاريخ وهو بيحكي حكايات بصوته الجهوري ده. فاكر طبعا الدكتور ابراهيم الكرداني اللي كان بيدرس انجليزي، بابتسامته ونبره صوته كان يحسسك ان هو قاعد بيشرح جنبك مش بيشرح في الشاشه نفسها. وغيرهم كتير من الاساتذه الافاضل اللي علمونا فيها البرامج التعليميه. ودلوقتي عايز اخدكم لرحله صغيره هنرجع بيها لبدايات التسعينات، هنتفرج مع بعض على حاجات ممكن تحرك فيكم ذكريات حلوه. أعزائي الطلبة أهلا بكم في مراجعتنا في مادة التفاضل. بنحب ننبه إن إحنا هناخد النهاردة جزء في المراجعة، ولنا لقاء برضه في ليلة الامتحان إن شاء الله نقول عليها. روتيني يبقى قوي جدا، أبص ألاقي عودة السفينة تبقى يعني يبقى العودة بتبقى قوية قوي. إن دلوقتي السفينة وهي طافية، السفينة وهي طافية بيبقى وزنها إلى أسفل مساوي تماما لقوة الدفع عليها. ليه؟ لأنه إذا طفى جسم فوق سطح سائل فإن وزن الجسم كله يساوي قوة الدفع عليه. Well, my dear friends, welcome back. Now we're going to take mini dialogues. Usually a dialogue هو حوار. هنا هنتعامل معاه كتابيا. So let's start together. احنا خدنا من ده كتير قوي طول السنة. I hope it will be easy. على فكرة كون ان الاساتذة دول يلتصقوا في ذاكرتي بصورهم بطريقة كلامهم بحركات ايديهم بتعبيرات وشهم، اذا الاساتذة دول كانوا مؤثرين جدا جدا مع طلبة ثانوي ايه في الوقت ده. اذا الاساتذة دول ادركوا اهمية وتأثير التعلم عن بعد والتدريس امام الكاميرا. ومن هنا بقى عايز اتكلم في النقطة التانية، وهي الفرق بين التدريس في الفصل امام الطلاب والتدريس امام الكاميرا في وجود الطلاب، والتدريس امام الكاميرا في عدم وجود الطلاب. الشرح في الفصل في وجود الطلاب كلنا عارفينه، بنقف قدام السبورة بنكتب عنوان وتاريخ، بنراجع اللي اتشرح قبل كده، بنسأل الطلبة وبنقول لهم ارفع ايدك وجاوب، وبنصحح الاخطاء، بنتمشى في الممرات بتاعة الفصل، بنعلي صوتنا بقدر الامكان علشان الكل يسمع وينتبه. كل ده جميل، لكن مش بيت القصيد. ايه هو بقى بيت القصيد؟ هو انك تدخل كاميرا في الموضوع. تدريسك للطلاب في وجود كاميرا مش هيفيدك بقى. ليه؟ انفعالاتك ونبرات صوتك وحركات ايديك اثناء الشرح والحركة بتاعتك والبادي لانجوج بتاعتك كلها هتلاقيها انها ما تنفعش خالص قدام الكاميرا، لان صعب انك تبص لعدسة الكاميرا وقدامك مجموعة من الطلاب وتتجاهلهم وتشرح الكاميرا بس. وبرضه صعب انك تشرح للطلاب فقط وتتجاهل الكاميرا، لان لما تتجاهل الكاميرا هتبقى بتتجاهل الطالب اللي بيتفرج عليك بعد كده. الكاميرا ليها ظروف خاصة علشان تشرح قدامها. الفترة اللي فاتت كتير من الاساتذة عملوا شروحات على الفيس وعلى اليوتيوب، وبعد الفيديوهات دي ظهرت موجة تاني من التعليقات والمنشورات على الفيسبوك، معناها ان التعلم عن بعد مش نافع وان الطلبة مش فاهمة. وشفتوا قاعدين عملنا فيديوهات، ايه اللي حصل؟ العيال مش فاهمه، مفيش فايده. يا سيدي الفاضل افهمني لو سمحت. الفكره انك دخلت مجال الشرح امام الكاميرا، وده مجال له اصوله. وانا مش بدعي اني عارف كل حاجه، ولكن بقول لك تجربتي اللي اقدر اقول لك عليها انها ناجحه. ما هو انت ما تقدمليش وجبه طعام ملحها زايد جدا او ما فيهاش ملح خالص، ولما ارفض اكلها تتهمني اني غلطان. طب ايه بقى اصول فن الشرح امام الكاميرا؟ ده سؤال رائع عزيزي المشاهد، والاجابه عليه هتكون في الفيديو القادم ان شاء الله. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، واكتب تعليقك اسفل الفيديو في اليوتيوب واسفل الفيديو في الفيسبوك، وانتظر الفيديو الثاني وهو اصول فن الشرح امام الكاميرا. تحياتي واشوفكم في الفيديو القادم. افوار.